ألغت الهيئة العامة للقوى العاملة أذونات عمل ل 56 ألف عامل مسجلة لدى الهيئة وغير سارية، مبينة أنها باشرت إجراءاتها بالإلغاء بعد التأكد من صحة البيانات لدى وزارة الداخلية. الإلغاء جاء استنادا للائحة وقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل التي تمنح هذا الحق للهيئة آليا في حالات عديدة، منها مضي أكثر من 6 أشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد ما لم يكن ذلك بتصريح من الإدارة العامة لشؤون الإقامة.